استقبل السيد الرئيس بشار الأسد مختطفي ريف السويداء الشرقي الذين تم تحريرهم من قبل أبطال الجيش العربي السوري أواخر الشهر الماضي من تنظيم داعش الإرهابي الذي كان قد اختطفهم في شهر تموز. فيك وردي وهيك شمعة. أهلا وسهلا. طولنا معك وديم عزك. طول بعمرك. يا أمين يا صادق يا وفي. وهنأ الرئيس الأسد المحررين وذويهم بتحريرهم من براثن الإرهاب، مؤكدا أنه في الوقت الذي عبر فيه السوريون جميعا عن سعادتهم بتحرير الدفعة الأخيرة من المخطوفين، إلا أن أحدا لم ولن ينسى المفقودين والمخطوفين الآخرين في مناطق سورية أخرى، مشددا على أن الدولة بكافة مؤسساتها تضع قضية المفقودين والمخطوفين في مقدمة أولوياتها. نصر جوات البحور صيطات يكفينا، بحياة حافظ لبشمت العدا فينا، عصيت محافظ نرعى ونرتعي، نقطع الجبال الخوف ما حي يفزعي، عصيت محافظ يطير حمامنا، يشرب من العاصي ويعاود يرجعي. الله ينصرك الله ينصرك الله ينصرك الله ينصرك علي بعلي، الله حميك الله حميك الله مدرعك الله حميك. اهلا وسهلا، حمد على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتكم جميعا. بكل تأكيد سعادتنا كبيرة جدا بتحرير المخطوفين، مثل ما هي سعادتنا كبيرة بتحرير أي مخطوف في أي مكان من سوريا. وإن شاء الله السعادة اللي شفتها على وجوهكم منشوفها على وجوه كل العائلات الأخرى. المحنة اللي عشتوها أنتم لمدة عدة أشهر، في عائلات عم تعيشها لسه عمرها سنوات، وإن شاء الله نتمكن قريبا من إعادة المخطوفين لعائلاتهم. يعني أنتم داخلين سمعنا الأهازيج اللي بتعبر عن الفرح، وسمعنا الدعاء وسمعنا الشكر، لكن الحقيقة هو من يستحق هذا الشكر هو القوات المسلحة والجيش. طبعا لما منقول الجيش والقوات المسلحة فنحن منصد كل من حمل السلاح ودافع عن هالبلد بدون ما نذكر أسمائهم، كلهم منسميهم القوات المسلحة اللي لولاهم مو بس ما كانوا المخطوفين رجعوا، وفي أماكن أخرى أيضا لما حرروهم كان كل الوطن مخطوف، كل الوطن بما فيه وبمن فيه كان سيكون مخطوف ولاحقا الوطن مقتول. فالحقيقة هن اللي بيستحقوا هالشكر على كل شيء عملوا. ومرحلة من المراحل بعد ما صارت هالمشكلة اللي صارت معكم ودخلوا الإرهابيين على القرى، كنا عم نسمع أحيانا من البعض انه طيب وين كان الجيش بالمنطقة الشرقية؟ ما هو كان عم يقاتل الإرهابيين بالمنطقة الغربية، لأن الإرهابي بيجي من الشرق ومن الغرب ومن الشمال ومن الجنوب. فهالجيش هاد اللي دافع عننا واليوم عم يدافع في المناطق الشرقية باتجاه طول الصفا له دين كبير علينا جميعا كسوريين. ولكن انتم كعائلات حررت او كأفراد حرروا من الخطف، تبقى مسؤوليتهم اكبر. شو عم يطالبنا الجيش؟ شو هو الدين؟ ما عم يطالبنا بأموال، وكمان ما عم يطالبنا بكلام. يعني نقعد هون كلنا على الكراسي ونقول نحن منحب الجيش ومع الجيش، هذا ما هو حكي. عم يطالبنا بالفعل. شو هو أول فعل؟ أول فعل هو أن نلتزم كلنا بالوطنية، بفعل الوطنية. وأول فعل وطنية بالنسبة للشباب هو أولاً دعم الجيش من خلال الالتحاق بالجيش. يعني لما صار يقولوا وين الجيش بالمنطقة الشرقية ما كان موجود، قلنا لهم بالمنطقة الغربية، لو كانوا كل الناس ملتحقين كان الجيش بيتواجد بكل المناطق. لذلك أنا بقول بكل صراحة بحكي معكم، نحن أبناء بلد واحد، يعني أبناء بيت واحد، كل واحد دعا
تهرب من خدمة الجيش وتهرب هو تهرب من خدمة الوطن، وكل واحد تهرب من خدمة الوطن بيتحمل ذنب بكل مخطوف وبكل شهيد بريء راح. كل واحد تهرب من خدمة الجيش بيحمل مسؤولية، وأنتوا تحديدا أبناء سويدا لما تقولوا أنتوا أبناء وأحفاد سلطان باشا الأطرش، هل يا ترى لما نادى الواجب لسلطان باشا الأطرش هرب؟ شو عمل؟ وما كان معه سلاح، شو كانت الأسلحة في ذلك الوقت مقابل الفرنسي المحتل؟ ما كان شيء، راح دافع. والأهم من هيك أنه هو نصب قائد للثورة السورية الكبرى، وكان في قادة في مناطق مختلفة، ليش قبلوا فيه؟ لأن حمل راية الوطن، لا حمل راية الجبل ولا ضيعته ولا عائلته. فلما الواحد بيدخل على الجيش وكان يحمل راية الوطن، لذلك ما حدا فينا بيدافع عن قريته وعن محافظته، يا من دافع عن سوريا يا ما من دافع، ما عندنا وطن بهالحال. فلذلك نحن رسالتنا كلنا كسوريين وفاء للجيش انه نرجع ونوعي هالناس، هدول الناس اللي هربوا ما بنقبل. ونحن ما رح نجيب لهم بس امثله من التاريخ، نحن بدنا نجيب امثله من الحاضر. هي اخواننا بالجولان شو وضعهم؟ 50 سنه وهن مخطوفين، غيروا جبنوا، شفتوا مواقفهم بالاخير. عندنا البطل المقت بيطلع من السجن بيدخل للسجن، غير الموقف ما قدروا يغيروا موقفهم. لو فتحنا لهم اليوم بوابه لا يدخلوا، ما راح يروحوا لعندكم على القرى، راح يروحوا على الجيش ليدافعوا عن كل واحد بالبلد، ما راح يدافعوا عن جولان، راح يدافعوا عن كل سوري. فنحن هالمحنه اللي مرت هي درس، ولكن هي درس مو للعائلات ولا للقرى تبعكم ولا للمحافظه، هي درس لكل سوري انه شو بيعني الدفاع عن الوطن. اللي بده يحكي عن الحرائر والعرض بينزل في ميدان يحكي فيه، بس ما نقعد على الهاتف وعلى الكمبيوتر وبدنا نعمل خطط استراتيجيه وندافع عن وطننا على شاشه الحاسوب، هذا مو دفاع. في ميدان، في مكان وحيد بده يثبت رجولته وبطولته وشهامته وشرفه ووطنيته، في القوات المسلحه. هي رسالتنا كلنا، لما بدنا نرجع لهوني ان شاء الله بترجعوا لحياتكم الامنه ومثل ما كنتوا واحسن من قبل ان شاء الله. ولكن باللحظه اللي بكون ترجعوا فيها بكون تتذكروا دائما انه في جيش عم يقاتل باتجاه الباديه، وفي عائلات بعثت اولادها وخسرت شهداء هلا بعد ما تمت اليوم على قراكم دفاعا عنكم. في عائلات عم تستنى ما بتعرف اذا ابنها رح يرجع جريح او شهيد او سالم، ما بتعرف. وباللحظه اللي بترجعوا على ضياعكم نحن رح نرجع لمهمتنا الاولى، وهي اولويه بالنسبه لنا في الدوله وفي المؤسسات، انه نبحث عن كل مخطوف لحتى نشوف هالبسمه اللي عم نشوفها الان على وجوه كل العائله. فبتمنى ان تكونوا رسل للوطنيه. نحن مو القضيه بس واحد انخطف وتحرر، هي نحن بحرب كل شيء ممكن يصير فينا، اي واحد ممكن يكون ماشي تنزل عليه قذيفه او رصاصه او يجي ارهابي من حيث لا يدري، هذا قضاء وقدر وكلنا بنآمن فيه. ولكن نحن بدنا نرجع لانه في عندنا مهمه وطنيه راح تكونوا انتم رسل لاهل الامن الوطني. فنحن بمقدار ما نحن فرحين بهاللقاء، بمقدار ما نحن عندنا امل انه نرجع نعلم هالدرس لكثير من الشباب اللي ما تعلموا مع كل اسف درس وتركوا الوطن بالوقت اللي الوطن احتاجه. فاهلا وسهلا فيكم، ونحن نفتخر فيكم لان نحن بنعرف كمان بمرحله الخطف شو كنتوا عم تحكوا، نحن كان عم يوصلنا هون بتبين الوطنيه، وهون بينت العائلات. اللي حكى وشرد مثل ما بيقولوا شرد بالكلام ما كان منكم ولا كان من ضياعكم، اخرين ما لهم علاقه هن اللي صاروا ينظروا. فنحن كنا فخورين فيكم في ذلك الوقت، واليوم نحن فخورين فيكم اكثر. المهم التجارب القاسيه بتطلع ناس اقسى، الرجال بيطلع اكثر رجوله، والمراه بتكون اصلب بوقوفها مع عائلتها ومع اولادها ومع ضيعتها. ما حدا فيكم بيطلع مهزوز، نعرف تجربة قاسية، نحن نعرف تماما شو نوعية هدول الناس، ومع ذلك بدكم تطلعوا أقوى، هذا هو التحدي. ما نسمح لحدا لا يهزمكم ولا يهزمنا ولا يهزنا. احنا تفضل انت مرتاح، انت وقاعد. بدي اضف التكريم لمقامك العادي، بدي وقف هي واجب علي. ما بعرف منين بدي ابدا، لكن بدي ابدا من البدء. احنا سوريا وطننا الحبيب، الله اكرمها. اكرمها بالبداية بقادة عظماء حرروها من الاستعمار، بداية من الشيخ صالح العلي ونهاية بالمرحوم سلطان الأطرش، مرحومين كلهم قادة الثورة السورية الكبرى.
من جانبهم شكر المختطفون المحررون وذويهم الرئيس الأسد لمتابعته الحثيثة لكل تفاصيل عملية تحرير حرائر ريف السويداء الشرقي وأولادهن وحرصه على إنجاحها بأقل الخسائر، ولأبطال الجيش العربي السوري العقائدي الذين قدموا تضحيات بغية تحرير المختطفين وإعادتهم إلى عائلاتهم وقراهم سالمين. انخطفت من قريتنا زوجتي وأطفالي وأمي استشهدت شرق القدم، بس كان أملنا كثير كبير بحكم ده بالجيش العقائدي، الجيش الموار، الجيش العربي السوري بقاداته بعساكره بجنوده كانوا سباقين للفعل البطولي والرجولي. بوعدك الصادق إنه إن شاء الله هيتحرروا، كان أملنا كثير كبير بحكمتك وبإرشاداتك. نشكر الجيش العقائدي البطل اللي قدر يحرر الحرائر من هذول المجموعات الضلالية والإرهابية. صرنا كثير عروض إنه من برا بنقدر نحرر، نحن وطنيين أبا عن جد، والشعب اللي موجود عنده قائد عظيم مثلك ما راح يتكلم ولا راح يلحق نظيم بعون الله وبعونك. فقدت رافت وراح ويعرض وخي وأخوتي كلنا مشاريع شهادة للوطن. إجا الجيش لما حررنا الجيش وإجا الجيش فعرفنا أنتو خواتنا بعهد الله وعليكم الأمان. شاب من الشباب إجا ابني بين داي قلبه بدي يقع منه، قل استولي ابني من إيدي بس ما فيني إيدي، حط إيده هيك وقال يا ريت في أحمل لك ابنك بهالمرة، ما قدر يحمله لأنه حس بوجعه، حس فيه وبوجعه وما قدر يحمله. لما بدي اشيل الروسيه من كتفه قلت له لا تشيل الروسيه، خلي الروسيه معه وابني بنعمله لاي انسان فيه. رجع لورا وصار يبكي. كل الجيش العربي السوري مقدر وكله بتقدير سياده الرئيس، والجيش السوري كثير افضل علينا وكثير املى منه ووصل لعنا وحررنا ومنتشكره كثير. وأكد المحررون وأهاليهم أنهم سيبقون أوفياء لدماء الشهداء الذين ارتقوا وهم يحاولون تحرير المختطفين، وأعربوا عن ثقتهم بانتصار أبطال الجيش العربي السوري في معركة الدفاع عن سوريا والقضاء على الإرهاب في كل شبر من أراضي الجمهورية العربية السورية، وأهمية أن يقف جميع السوريين معا يدا بيد لدعم هذا الجيش بكل ما يمكن للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.